اهلا بيكم. هنتكلم النهارده عن تركيب الركبه والرباط الصليبي الامامي والخلفي والاربطه الجانبيه للركبه تشريحيا ووظيفيا. ايه هو الرباط الصليبي الامامي؟ اللي يهمنا جدا هو عباره عن رباط داخل الركبه طوله حوالي 4 سم بيمتد من المنطقه الاماميه لاعلى عظمه القصبه، دي بنسميها القصبه ودي بنسميها الفخذ ودي عظمة الشخصية. الرباط الصليبي الأمامي بيمتد من الأمام، ده الأمام وده الخلف، من الجزء الأمامي لأعلى عظمة القصبة ويمتد إلى الخلف، يعني يمشي بالطريقة دي إلى الخلف ناحية ورا عشان يمسك في أسفل عظمة الفخذ في الجزء الخلفي. الرباط الصليبي الخلفي عكسه، هو بيمتد من الخلف، ده الأمام وده الخلف تاني، من أعلى عظمة القصبة من الخلف ويمتد داخل الركبة إلى عظمة الفخذ من الأمام. في رباطين تانيين مهمين جدا، هما الرباط الخارجي دي ناحية بره والرباط الداخلي ناحية جوه، الرجل التانية هنا ودي الرجل اليمين. الرباط الخارجي وظيفته منع الحركة دي اللي هي إن الركبة أو مفصل الركبة يفتح من الناحية الخارجية، والرباط الداخلي وظيفته يمنع الحركة العكسية اللي هي ان الركبة تفتح للداخل في نفس الاتجاه ده بالظبط. الاتنين بيمتد من عظمة الفخذ من الناحية الخارجية والداخلية وينزلوا تحت عشان يبقى ده من ناحية عظمة القصبة وده من ناحية عظمة الشخصية. دي بالنسبة للوظيفة بتاعتهم. الرباط الصليبي الامامي له وظيفتين. اول وظيفة، الوظيفة الاساسية، ان هو يمنع ان عظمة القصبة تتحرك لقدام بصورة مبالغ فيها للامام، لان هو ماسك من قدام لورا، فبالتالي هيمنع ان العظمة دي تتحرك ناحية قدام والعظمة دي تتحرك ناحية ورا بزيادة. الوظيفة تانية اللي هي ثبات الركبة اثناء الدوران، بما انه مائل جوه الركبة فهو بيمنع الدوران المبالغ فيه. لما الرباط الصليبي يتقطع بيحصل عندنا المشكلة ان هي الركبة بتخنها، والخيانة دي بتكون في الاتجاه ناحية الأمام مع عدم ثبات أثناء الدوران. شكراً.